اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم محبات ديال الزنجبيل، كيجيو رائعين ولذاد، كيجيو على شكل كراميل، صحيين وكينفعوا الحلاقم ديالكم خصوصا في هذا الجو ديال البرد. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مرض السكري، يمكن لهم يستغناو على السكر ويعوضوه بعسل حر. نخليكم مع الوصفه. بخصوص هذا الجو البارد، كتصلح للقراجط واللي عنده مشكل في الحلق، انسان كيمشي ليه الصوت. عندنا سكنجبير طري، وعندنا الحامض، وعندنا العسل، وعندنا الماء، وعندنا السكر، وعندنا القرفه. اول شيء غادي نقيو السكنجبير ديالنا، نحكوه تاخذوا واحد المقله توضعوا فيها سكنجبير، معلقه كبيره السكر، معلقه صغيره قرفه، كاس ماء، عصير نص حامضه، وعندنا عسل هدره ديال الغابه، ندير معلقه مملوءه. وغادي نوضع المكونات فوق نار مهيله ونخلي هاد المكونات تندمج مع بعضياتها على نار مهيله. ينزل معايا العسل وذوب هاد المكونات وعقاد معايا، وحنا كنحركو وكنبقاو نحركو بشويه هكا هكا حتى يعقاد معنا وياخذ اللون. ها هو السكنجبير طاب. كيف ما كتشوفوا المكونات اللي كانت عندنا، عندنا دابا السكر نغربلوه على هذا الشكل باش نزلو فيه القطع ديال السكنجبير، جوج معالق صغار، ونرفعو القليل على هذا الشكل. الأحسن ناخدو حبات يكونوا يعني صغار، من بعد ما كملنا غادي ننزل القليل ديال السكر بودرة على هذا الشكل. من بعد ما بردوا معنا مزيان كنحاولوا ناخذهم بهذا الشكل ونمرهم في السكر باش ما يبقاوش يتلصقوا معنا، ونوضعوهم شي اناء. من بعد غادي نعملوهم في البواطه.